اهلا بكم وانا التقيكم في حلقه جديده من برنامجكم 10 سكايب حديث عراقي. في الحلقه الماضيه كنا قد بدانا الحديث عن موضوع الواقع الصحي في العراق في ظل تفشي وباء كورونا. اليوم نستكمل هذا الحديث. الحديث فيه كثير من المآسي وفيه كثير من الكوارث، لكن هو حديث واقعي وحديث عراقي الحقيقه. كنا قد تحدثنا على ألسنة المتخصصين ربما عن الأسباب التي أدت إلى انهيار البنى التحتية الصحية في العراق، إلى انهيار الواقع الصحي في العراق بعد أن كان يشكل واحد من أهم أنظمة الصحة في الشرق الأوسط في ثمانينات القرن الماضي وحتى في التسعينات. في ظل الحصار الكبير على العراق لم يكن بهذا المستوى الذي هو عليه اليوم. في هذه الحلقة نتحدث عن أنه بعد أن تفشى وباء كورونا في العراق كشف الواقع الصحي بشكل واضح للعلن. الواقع الصحي العراقي انكشف بشكل واضح يعني للجميع. ظهرت أنه ليس لدينا إمكانيات تجهيزات، والأسر المخصص لمثل هذه الحالات قليلة جدا. يتحدثون طبعا عن وجود 5200 سرير في مستشفياتنا جميعها، لكن حتى هذا الرقم مشكوك به. يتحدثون عن كثير من الأجهزة، قالوا للتنفس، الحالات التنفسية الفائقة، لكن واقع الحال يشير من خلال ألسنة المتخصصين وإحصائياتهم إلى أن عدد الأجهزة، أجهزة التنفس الفائقة للرعاية الفائقة، لا تتجاوز 375 جهاز. وهذا يجعلني أتحدث عن إيطاليا اللي عدد نفوسها 60 مليون عندما أصيبت بكورونا، وإيطاليا انهار نظامها الصحي، مع أنه كان النظام الصحي في إيطاليا واحد من أفضل، مو واحد لكن أفضل نظام صحي في أوروبا باعتراف الاتحاد الأوروبي والعالم ومنظمة الصحة العالمية. كان الأفضل في أوروبا، لديهم 5200 جهاز عناية تنفسية فائقة في ذلك الوقت، وزادت هذه الأجهزة لكن انهاروا. لديهم رعاية صحية، ليس لديهم الفساد الذي لدينا، لديهم مساهمة من الدولة، لديهم اهتمام، لكن مع ذلك انهار هذا النظام الصحي أمام تفشي فيروس كورونا. فكيف الحال مع العراق في ظل هذا الوضع؟ نقص كبير في وسائل الوقاية، ليس لدينا كمامات، ملابس خاصة، قفازات، مواد تعقيم، هذه كانت مفقودة لفترات معينة وكان المواطن لا يستطيع الحصول عليها، وحتى الكوادر الصحية كانت تعاني من هذا الموضوع. وما استورد بعد هذه هو من نوعيات رديئة بواسطة شركات ربما تعود إلى ميليشيات، تعود إلى أحزاب في السلطة استوردتها من جهات تستفيد من ورائها. عدم وجود أو حتى وضوح خطة الحكومة في معالجة المصابين، عدم توفر الأماكن الملائمة للحجر. إحدى النائبات أصيبت، النائبات في مجلس النواب أصيبت بفيروس كورونا وذهبت إلى الحجر، قالت بالنص أماكن الحجر هي مقابر للفقراء. تحدثت عن أنه أماكن الحجر في العراق هي مقابر للفقراء، وهذه عبارة مؤلمة جدا لكنها حقيقية جدا. عدم القدرة على إجراء اختبارات يعني تتناسب مع عدد السكان، وتحدثنا عن هذا الموضوع. قضية صعبة جدا، لا نعرف عدد المصابين فعليا. ما يقال اليوم عن أكثر من 1500، العدد أكثر بهذا بكثير، وربما تزعل وزارة الصحة، تزعل الحكومة، ومثل ما فعلوا مع وكالة رويتر أغلقوها ووقفوا عملها لأنها كتبت تقريرا أنه عدد المصابين بفيروس كورونا أكثر من مما تعلن الدولة، وهذه حقيقة يعني لا ثقة للمواطن بالدولة يعرف هذا. حتى في درجات الحرارة المعلنة في تلفزيوناتهم، في شاشات فضائياتهم، المواطن يشكك فيها، عاد فما بالك بأعداد المصابين بكورونا وهي تقول إنها قادرة وتواجه هذا الوباء. الحقيقة ربما هذا الوضع المنهار في كل مستشفياتنا في بغداد والجنوب والوسط والشمال، لكن ربما الأسوأ من هذا هو في المحافظات المنكوبة في نينوى، في صلاح الدين، في الأنبار.
هذه مستشفياتها خارج الخدمة نهائياً، مراكزها الصحية خارج الخدمة، ستتحدث ربما بشكل سريع عن الموصل. الموصل فقط خلال عمليات ما يسمى بالتحرير دمرت 6 مستشفيات كبيرة نهائياً بشكل كامل، 6 مراكز تخصصية دمرت بشكل كامل، تضرر أكثر من مستشفى، 12 مستشفى، التضرر أقل تضرر بها 40% فما فوق، ورغم مرور 4 سنوات لم يباشر بأي إعمار لهذه المستشفيات، بعض الأجهزة جاءت لبعض المستشفيات عن طريق طريق منظمات خاصة ومنظمات دولية أو فرق تطوعية. نسبة الأسرة في العراق في عموم العراق قياسا بالمواطن 1 سرير لكل 1000 مواطن، ونسبة الأطباء المخصصين لكل 1000 مواطن أقل من 1، يعني 0.8 بالعشرة%. لاحظ هذا، 85% من الأدوية بشهادة وزير الصحة المستقيل على علوان، هذا الذي جاء في زمن عادل عبد المهدي على أنه اختصاص واستقال بسبب الفساد، قال لا أستطيع أن أستمر وهذا الفساد موجود، قال 85% من الأدوية إما المهمة إما غير متوفرة أو بأسعار خيالية أو منتقلة إلى السوق السوداء يبيعونها بأسعار خيالية أو غير صالحة للاستعمال لأنه رقابة عليها غير موجودة. معامل الأدوية في الموصل وفي سامراء، في الموصل دمرت بشكل كامل اللي كان عندنا في العراق، في سامراء ما عاد ينتج، أجهزة عتيقة، مكانة عتيقة، إنتاجه أكثر من 80% تقلص عما كان عليه في السابق. الحقيقة الوضع في العراق سيء جدا، لدينا أكثر من 1/3 الأطباء غادروا العراق، 350 طبيب بشهادة يعني نقابة الأطباء قتلوا في العراق. تتحدث أيضا الإحصائيات عن أنه نصف الأطباء الذين تخرجوا خلال السنوات من عام 2003 لحد الآن غادروا العراق بحثا عن عمل في دول أخرى. يتحدثون عن افتتاح أسرة في معرض بغداد وفي بناية سرايا السلام وفي أسرة جديدة يضيفوها لمواجهة كورونا، كلها كذبة، لأنه السرير لا يعني سرير تنام عليه، السرير يحتاج إلى خدمة، وخدمة كادر صحي وأطباء وأدوية وأجهزة تنفس، هذه كلها يحتاجها هذا المرض، وهي غير متوفرة في العراق. لذلك واقع العراق الصحي منهار تماما، هذا ما يسمح به الوقت. أترككم برعاية الله وأقول يعني لأهل العراق لكم الله وحده الذي يعينكم ويحميكم من كل أمراض ويحميكم من هذه السلطة الغاشمة. ألتقيكم في حلقة قادمة، إلى ذلك الحين أستودعكم الله.